التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. نعم، جاء ذلك خلال حضور سموه مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونظيره الياباني التي أقيمت يوم أمس على استاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات دور 16 لنهائيات كأس آسيا. ونقل سموه لصاحب السمو الأمير الوالد تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته له بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مشيدا سموه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين. وهنأ سموه دولة قطر الشقيقة باستضافتها الناجحة لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم. هذا وقد شهد سمو الشيخ خالد بن حمد مباراة منتخبنا ونظيره الياباني بحضور كل من سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. ونوه سموه بأداء المنتخب معربا عن تقديره للجهود التي بذلها اللاعبون والجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم ووقفة الجماهير، متمنيا سموه للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح فيما تبقى من مشوار المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026 وباقي الاستحقاقات القادمة.